السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نتعلم حاجة اسمها رياكت راوتر، اللي هي بمنتهى البساطة إن أنا لما أكتب مثلا سلاش هوم يدخلني على الهوم، سلاش أباوت يدخلني على أباوت، وهكذا. دي باكج هننزلها ونسطبها عادي باستخدام الـ NPM ونفهم فايدتها إيه وهنتعامل معاها إزاي، واحدة واحدة وبالتفصيل. بما إن أنا لازم لما أخش مثلا على سلاش هوم وأباوت وكده يبقى لازم يكون عندي كومبوننت اسمها هوم وكومبوننت اسمها أباوت وهكذا. تعالوا نعملهم بالتفصيل واحدة واحدة ونمشي واحدة واحدة. اول حاجه على الكومبوننت هنيجي نعمل كده وليكن فايلين مش اكتر، كليك يمين اهو نيو فايل واسمي مثلا هوم دوت جي اس، واعمل كومبوننت كمان وليكن هسميها اباوت دوت جي اس. جميل جدا، دي الكومبوننت اللي اسمها هوم والكومبوننت اللي اسمها اباوت. هنعمل يا دوبك بمنتهى البساطه يعني تكست بسيط مش اكتر، هيتعرض مش اكتر، فخلاص طالما مش محتاج ستيت ولا محتاج داتا اخزنها يبقى هنعمل الفانكشن كومبوننت بتاعتنا اللي بيسموها ستيتلس كومبوننت. يعني ايه ستيتلس كومبوننت؟ يعني كومبوننت ما فيهاش ستيت. حلو، كنت بعملها ازاي بقى؟ وليكن هسمي كونست هوم بتساوي اللي هي ارو فانكشن عاديه بقى بتاعتنا خالص، واقول له يريتيرن، بس طبعا قبل الكلام ده كله ما انساش اللي هو امبورت React from React، واقول له ريتيرن مجرد ديف كده وجواه وليكن اتش 2 وهنا الهوم وباراجراف بسيط كده لورم مثلا 15 كلمة. مش عارف ليه مش شغالة بس ما علينا. وليكن this is home section مثلا، نفس الكلام هاخده هنا احطه في الاباوت وهقول له كونست اباوت، وهنا والهوم التانية هقول له الاتنين اكتب فيهم اباوت. ازاي بحدد الحاجة المتشابهة؟ بدوس كنترول دي، وما انساش طبعا اللي هو اقول له اكسبورت ديفولت الاباوت، وهنا نفس الكلام اكسبورت عشان اقدر استخدمها في مكان تاني الهوم. كلام جميل كده، انا عملت الهوم وعملت الاباوت، ناقص اعمل الايه؟ الناف بار بتاعنا. اعمل كومبوننت جديده واسميها الناف دوت جي اس، وهاجي هنا هاخد نفس الكلام بالظبط، ادي الناف وادي اكسبورت ديفولت الناف، بس الناف هيكون بقى المره دي فيه لينكات، وليكن مثلا هنعمل ايه مثلا اتش ريف اللي هو العنوان بتاعنا وليكن اللوجو هنا، وبعد كده هعمل يو ال فيها شويه لينكات ايه مثلا اتش ريف، اقول له ده هيروح على الهوم بتاعنا عادي وهيكون في كلمه هوم، وبعد كده هعمل لينك كمان اتش ريف واقول له ده هيروح على الاباوت وهنا هكتب الاباوت. بمنتهى البساطة عايز بقى اشوف الناف ده، فاروح للاب دوت جي اس، هعمل امبورت هنا للناف، امبورت للناف فروم ايه، بما ان الاب دوت جي اس والكومبوننت الفولدر نفسه جنب بعض فخلاص هقول له هات لي فروم سيم فولدر. طب السيم فولدر ده جنبيه؟ جنبيه الكومبوننت، ثم بعد كده هات لي منه الناف بتاعنا. كلام جميل، بعد كده هنده الكومبوننت اللي اسمها ناف ازاي؟ بمنتهى البساطة بفتح التاج واقول له هات الناف، واقفل التاج بمنتهى البساطة. هروح اشوف ال HTML بتاعنا، بمنتهى البساطة ادي اللوجو وادي الهوم وادي الاباوت. هنعمل لهم ستايل بسيط كده، هعمل لهم ستايل بسيط وبعد كده ارجع يعني اوقف الفيديو اعمل ستايل بسيط بسرعة واقول لك عملت ايه في الستايل عشان ما نطولش وقت الفيديو. تمام جدا، ادي الشكل اللي قدامنا انا عملته على السريع. تعال نشوف السي اس اس وايه اللي عملته بالتفصيل واحده واحده. جيت على الناف، عملت الشكل ده، عملت ديف، اول ديف خاص اديته كلاس نيم اسمه ناف بار، وعملت الكونتنت بتاعي اللي هو اللينك ده اديته كلاس لوجو، واليو ال اللي هم اللينكين دول حطيتهم كلهم في ديف كلاس نيم اسمه كونتينر. كلام جميل، رحت بقى للسي اس اس بمنتهى البساطه، جيت قلت للناف بار انت الاوفر فلو بتاعك هيدن ليه؟ لان انا هدي اللوجو واليو ال فلوت، فلازم اقول الاب اوفر فلويد عشان يحس بالفلوت او الابناء اللي جواه.
وقلت بقى جراوند اخضر وكلر ابيض عادي، وبعد كده قلت الكونترنت الويتس بتاعك 80 ومارجن اوتو عشان المحتوى يكون في النص كده، بادئ من اول هنا ما يبداش من الحواف بتاعه الصفحه بتاعتي. وبعد كده قلت للوجو انت الفونت سايز بتاعك، واديتك ويدث وفلوت ليفت وديسبلاي بلوك ومارجن من فوق ومن تحت، والكلر بتاعك اللون الابيض عشان يظهر بالشكل اللي قدامك ده. وجيت قلت اليو ال انت حط اللينكات بتاعتك على الرايت تكست اعلان، وشلت البادنج وقلت له انت فلوت رايت والويدث بتاعك 70، واحد ويدث 30 واحد ويدث 70، وده فلوت ليفت وده فلوت ليفت عشان يجوا جنب بعض. وبعد كده قلت اللينكات اللي جوه انت الكلر بتاعك ابيض، وعملت لك مارجن من على اليمين والشمال ومن فوق ومن تحت مش عايز، والتكست ديكوريشن هنا عشان يشيل الخطوط اللي تحت اللينكات. كود سي اس اس عادي جدا، كلام حلو. تعالوا بقى نسطب الرياكت راوتر ونقول ايه فايدتها. تعالوا واحده واحده، هنروح هنا اهو هنفتح التيرمينال بتاعنا، نقول له نيو تيرمينال عادي مفيش مشكله، وهنيجي نقول له بمنتهى البساطه ان بي ام عشان نسطب الرياكت راوتر بتاعنا. ان بي ام انستول اختصار كلمه اي رياكت داش راوتر داش دوم، تقول رياكت راوتر دوم، هتلاقي هيقعد شويه ويسطب معانا باذن الله. تمام جدا، ادي اتسطب معانا الرياكت راوتر دوم، حلو قوي. هنيجي بقى على الناف دوت جي اس بتاعنا، هنعمل امبورت الحاجتين محتاجينهم. اول حاجه عشان نستخدم الرياكت راوتر بقول له امبورت الحاجه اسمها براوز راوتر وحاجه اسمها الراوت. منين بقى؟ فروم اللي انت سطبته من شويه ده اللي هو الرياكت راوت، اللي هو الرياكت راوتر دوم، حلو قوي. طيب قال لي البراوز راوتر ده اللي هو لازم تعمل ايه؟ يعني احنا عندنا الناف اهو، الناف باور فين؟ لا انا مش فاهم، انا اسف، في الاب دوت جي اس مش الناف دوت جي اس، هنا اهو البراوز راوتر ده عشان اللي هو الاب بتاعنا، بتحط اللينكات بتاعتك او الراوتس بتاعتك في حاجه اسمها اب. ايه الاب ده؟ لازم يكون براوز راوتر عشان لما تيجي تدوس على اي حاجه يعرف ان انت هتشغل حاجه معينه. حلو جدا، هحطه فين بقى؟ بتشيل الديف ده كده وتحط البراوز راوتر بتاعك، براوز اهو، وتحط الدنيا كلها جواه. يبقى الاب بتاعنا ساعتها مين دلوقتي؟ هو البراوز راوتر. طيب هنيجي بعد الناف هقول له بقى ساعتها والله لما اجي ادوس على الهوم، لما اجي ادوس في مشكله هنا export doesn't contain، يبقى انا كاتبها اهو تمام جدا، اسمها براوزر راوتر، ناسف. دلوقتي انا عايز اقول لما اجي ادوس على الهوم فساعتها المفروض يحمل الكومبوننت اللي اسمها هوم. هكتب كده ازاي؟ بمنتهى البساطه هاجي اقول له هعمل حاجة اسمها اللي أنا عملت لها انكلود من شوية، الراوت، الراوت بتاعي اللي هو اللي فوق، لو كان الباص بتاعي سلاش بيساوي سلاش كده، حمل لي الكومبوننت اللي اسمها هوم، حمل لي الكومبوننت اللي اسمها بيساوي هوم، حلو أوي. بعد كده نفس الفكرة بالظبط بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأباوت، والله لو عملت الباص بتاعي هيكون أباوت، حمل لي الكومبوننت اللي اسمها أباوت. بما إنك بتكتبهم هنا وهم أصلا مش موجودين فلازم أعمل لهم إيه؟ امبورت بمنتهى البساطة في الأب دوت جي إس. أقول له هات لي الهوم فروم إيه؟ فروم كومبوننت سلاش السيم فايل بتاعك، بعد كده الكومبوننت، بعد كده هات لي الهوم، ونفس الفكرة بالظبط كنترول سي كنترول دي، هات لي ده وهات لي ده واكتبهم about. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هروح للصفحه بتاعتي، تمام جدا، ادي حمل لي الهوم اهو، دوست على الاباوت راح محمل لي الاباوت، تمام، دوست على الهوم راح محمل لي الهوم، دوست على الاباوت راح محمل لي الاباوت. حد يسال سؤال، طب على فكره احنا لما دوسنا اباوت حمل لي الهوم تاني، لانه بمنتهى البساطه شاف ايه؟ شاف السلاش دي، واحنا قلنا له والله لو الراوت فيه سلاش خلاص حمل الهوم، ففي كلتا الحالتين سواء هوم او اباوت هيحمل الهوم في الاثنين. طب انا مش عايز كده، انا عايز بس في الهوم يحمل بس الهوم والاباوت يحمل بس الاباوت. قال لي بمنتهى البساطه بتيجي في الراوت هنا وتقول له حاجه اسمها اكزاكت. يعني ايه اكزاكت؟ يعني والله لو لقيت بس الباص محتوي على سلاش بس، كلمه سلاش بس، خلاص حمل لي الهوم. لو غير كده خلاص بقى يشوف الراوت، لو والله لو سلاش اباوت يحمل لي اباوت، سلاش كونتاكت يحمل لي الكونتاكت، وهكذا. هدوس اهو نجرب، ادي الاباوت تمام جدا اهو، هدوس على الهوم حمل لي الهوم، هدوس على اباوت يحمل لي اباوت عادي جدا.
يبقى فايدة الرياكت راوتر تاني بيعمل ايه بقى بمنتهى البساطة، ان انت لو عايز تعمل سلاش هوم او سلاش اباوت يوديك على الصفحة ده، بيعمل حاجة مفيدة جدا. ايه هي؟ ان انت بدل ما بتعمل ريكويست، يعني مش كل مرة تدوس على الهوم يروح يعمل ريكويست للسيرفر ويجيب صفحة الهوم، قال لك لا، الرياكت راوتر كده ما بين السيرفر وما بين الكلاينت بتاعك، انت بمجرد ما بتدوس على الهوم خلاص هو يروح يطلب من الرياكت راوتر، ده بيوفر وقت وجهد. فهو يروح يطلب من الرياكت راوتر نفسه، انت عملت سلاش ايه سلاش كذا، خلاص حمل لي الكومبوننت دي، بيوفر ان هو يروح للسيرفر ويطلب وهكذا. بعد كده هنتعلم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه لما اجي ادوس على الهوم ما يعملش الريفرش دي، هدوس على اباوت ما يعملش الريفرش دي، حمل بس الكومبوننت من غير ما يعمل ريفرش. كلام جميل جدا. يبقى بكتب الراوت دي ليه؟ عشان بشوف والله لو الراوت الباص بتاعي سلاش حمل لي الكومبوننت اللي اسمها هو. لو كان سلاش اباوت حمل لي الكومبوننت اللي اسمها اباوت، لو سلاش كونتاكت حمل لي الكومبوننت اللي اسمها كونتاكت، وهكذا. بنطلب حاجتين، البراوز راوتر عشان ده الاب بتاعنا بحيث ان هو يفهم انت لما تدوس على ايه هيحصل كذا، فده فايده البراوز راوتر. الراوت بتاعنا هو الراوت اللي فوق اللي انت هتكتبه ويشوف هو لو كان ايه يحمل لك كومبوننت اسمها ايه. وعملنا الاثنين كومبوننت بتاعنا الهوم والاباوت، وعملنا الناف بار بتاعنا. اتمنى يا رب يكون فكرة الرياكت راوتر واضحة. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتعلم حاجات تانية كتير بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.